تحية طيبة مشاهدين الكرام، مشاهدي قناة السودانية 24 أينما كنتم، نلتقيكم اليوم بمركز فاكس للصحافة للمشاركة والحضور في الحوار المفتوح حول الأزمة السياسية في الولاية الشمالية. متابعة طيبة. أنا اسمي عارف الصاوي، أنا مدير مركز فاكس للصحافة، وده مركز تأسس له 6 شهور هسه تقريبا. هو غرضه الأساسي إنه نوفر يعني قدرات للصحفيين، نزيد من القدرات بتاعت الصحافة الاستقصائية في السودان، وندرب الصحفيين على الأدوات دي، إنه يكون عندهم القدرات على البحث وعلى التغطية وعلى التأكد من المعلومة قبل نشرها. المركز بيوفر دورات متخصصة في المواضيع دي بشكل عام. في نفس الوقت بنعمل أنشطة متعددة، من ضمن المنبر بتاع الليلة ده هو منتدى نصف شهري، كل شهر بنجيب مجموعة من الخبراء والمتخصصين وبنحاول نناقش قضية معينة هي ظهرت بشكل أو بآخر في الإعلام ومع المتخصصين ديل، وبيكون بنطلع منها تقارير، وبنطلع منها برضه بنستفيد منها في البودكاست بتاعتنا وفي كل المنشورات اللي بنعملها في المركز. المنتدى بتاع الليله ده خصصناه لقضيه هي ظهرت في الاونه الاخيره، هي قضيه المشكله السياسيه اللي حصلت في الشماليه، لكن برضه الموضوعات اللي طلعت من الحركه الجماهيريه دي، من المتاريس ومن غيره ومن غيره، لخصناها في 4 قضايا اساسيه، هي القضايا ممكن تكون بتمثل جزء من المطالب بتاعين اهالي المنطقه. المنتدى طبعا عموما كان عن الـ عن الـ عن تاثير التروس على الاوضاع الان في الشماليه، والمساله الايشو السياسي والاقتصادي الحاصل الان، والحقائق الاقتصاديه اللي اتكشفت. يعني صراحه عايزين نقول حاجه خطيره جدا، انه ترس الشمال كشف لنا حجم النهب اللي بيتم بانتظام وبصوره يوميه وبحجم يعني كبير جدا للموارد السودانيه اللي هي موارد اساسيه، وهي تعتبر موارد او منتجات بتاع الصادر، بتدخل في الصادر الانتاج القومي بتاع البلد، اللي هي مثلا زي اللحوم، القطن اللي كشف الثوار انه القطن بيتم تصديره او تهريبه على الاصح بالبذره حقته، كويس؟ وده طبعا مهدد خطير جدا للاقتصاد السوداني، في تدمير ممنهج للاقتصاد السوداني الفتره اللي فاتت دي، وواضح جدا انه في جهات يدها مطلوقه تماما وتملك الحريه انها هي تدخل الشاحنات المصريه بدون اي اسئله. اكتشفنا انه ما كان في شاحن، الشاحنات ما بتدفع رسوم عبور للاراضي السودانيه، بالاضافه لانه غير الاتلاف طبعا بتاع الطرق القوميه، الطريق القومي تم اتلافه تماما، انه شاحنات ما فيها مانيفيستو فيه بيوضح نوع البضاعه اللي طالعه من البلد، الشركه المستورده لها، كويس؟ يعني في كميه من العشوائيه. لما نتكلم عن المسألة بتاعت التجارة، المسألة بتاعت التجارة هي ذاتها مرتبطة بالمسألة بتاعت التنمية دي ذاتها. أنت لما تجي تشوف الجدولين بتاعين صادراتك ووارداتك اللي هم ديل ذاته بيحكسوا طبيعة النشاط الاقتصادي والنمط التنموي الموجود وكده، هم بوضحوا لك أنت مع مصر دي بتصدر لها لحمة وحيوانات، وبتصدر لها حبوب، طيب؟ دي بتظهر في الارقام، لانه طبعا في واحده من المشاكل الاساسيه في التجاره بالذات مع مصر دي هي تجاره ما الارقام ما بتديك الحقائق، طيب؟ لانه الارقام دي مثلا ما فيها الذهب، ما بيصرف 97% من الصادرات بتاعت السودان بتمشي لمصر دي ما موجود من ضمنها الذهب، لانه بيتهرب اصلا، وهو جزء كبير ايضا حتى من الماشيه ومن كده هو قاعد يتهرب، ولانه التهريب ده مرتبط بالقوات المطالبه انها هي ذات تكافح العمليه بتاعت التهريب، وبقى مرتبط بالحاجه اللي اتضخمت من التسعينات والالفينات وسي اخذت بعد كبير، اللي هو الاقتصاد السياسي بتاع المؤسسه العسكريه في السودان، اللي هو ده ذاته مرتبط بشكل اساسي بالمؤسسه العسكريه بتاعت، يعني بيحاول انه يستنسخ نفس النمط الموجود في مصر، مع اختلاف كبير جدا بين الطبيعة ذاتها بتاعت تكوين الجيشين والطبيعة بتاعت الأنشطة اللي بيمارسها كل واحد فيهم، يعني طيب،
ودي لكن هو ماشي بانه هو تقوم بالحاجة دي وانه يعمل اتفاقات خارج الدائرة بتاعت المعرفة بتاعت الدولة وجهاتها الأساسية. في إطار المنتدى بتاع الليلة لمركز فاكتس للصحافة حضرنا منتدى بيتكلم عن التعرفة بتاعت الكهرباء وارتباطها بالأزمة أو القضية الكبيرة اللي ترس الشمال، ودي قضية مهمة جدا عندها ارتباط كبير بباقي قضايا الوطن وباقي قضايا الثورة وحتى التحقيق لأهداف الثورة في إنه يكون في حرية وسلام وعدالة، تحقيق لشعاراتها ده ما بيجي إلا عبر مشروع وطني قومي يقدر يلملم أطراف السودان ولاية السودان في قومية واحدة في تعدد كبير جدا جدا. في إطار الاقتصاد السياسي واللي هو في حد ذاته هو أزمة ومشكلة ومعضلة أساسية في الفترة اللي فاتت دي كلها بعد الثورة، بنجد أنه عنده تأثير الاقتصاد السياسي على العمليات بتاعت التفاوض وعملية السلام وكذا، وده ظهر كثير جدا في المزرعة بتاعت الثروة والسلطة وتقسيماتها وكذا ومآلاتها. ده الاتفاق بتاع سلام جوبا ده فيه يعني فجوات كبيرة شديد وفيه إشكالات كثيرة جدا جدا، واحدة من أهمها واللي تأثر فعليا بالاقتصاد السياسي وبالسياسة بتاعت حكومة الثورة اللي فاتت دي، في إنه خلى الناس تفكر في المزرعة بتاعت الانفصال، كل ولاية تفكر بس قصاد الثروة بتاعتها اللي بتخليها تقوم تمهض وبيدورها. حسي ده ظهر لنا شديد في الترس بتاع الشمالية، في إنه وصل مرحلة إنه المصريين بيطالبوا بعملية بتاع التفاوض للتروس عشان نديكم الكهرباء عشان عشان عشان. الحاجة دي ممكن تنعكس على باقي الولايات لأن الولايات الثانية برضو هي منتجة وهي مصدر بتاع مصدر لصادرات كثيرة جدا جدا مختلفة كمان. الأزمة الاقتصاد الأزمة السياسية دي تأثيرها كبير جدا على الموضوع ده، بخلي الناس إنها تفكر في العملية بتاعت الانفصال وبيبعد من التفكير حول المشروع الوطني القومي الكبير الناس بتزعل عليهم.